السلام عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة من جديد، وكما العادة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحسن الأحوال. خوتي، الأمر يتكرر بمليلية، يعني بعد تهدئة الأوضاع باب سبتة هنا شنا المهاجرون يتحولون لمليلية، وشناهم هنا كيفاش كيحاولوا ينقزوا على البايا. شنا مشاهد بحال هذه من مليلية، واليوم كذلك شنا الجيش، نعم الجيش الاخرسيتو سي ديسبليغا ان لا فرونتيرا انتري ميليا اي مارويكوس بارا هاسير فرينتي ا لا بريسيون ميغراتوريا، والجيش منتشر على الحدود بين مليليا والمغرب لمواجهة ضغوط الهجرة. يعني حتى الجيش تنقل لمليليا كما كنشوفوا هنايا، وانتشار الجيش من مساء الخميس الى الجمعه في السيطره على حدود مليليا مع المغرب، وحكومه العثماني تقرر حظر التنقل من 11 ليلا الى 4:30 صباحا. كذلك شنا الولايات المتحده الامريكيه تدعو المغرب وإسبانيا للجلوس على طاولة الحوار بعد أزمة سبتة. خليكم معايا نمشيو للتفاصيل ديال هاد الأخبار الجد مهمة أخوتي. هنا شنا الجيش يعني انتقل لمليليا، وهذا الخبر ديال الولايات المتحدة الأمريكية اللي كتدعو البلدين للجلوس على طاولة الحوار بعد أزمة سبتة، وهنا نوميروس سنتينتوس دي انترار ميليا بور ديفيرنتيه بونتوس دي لافايا. وهنا يعني كذلك هنا الاخرسيتو سي ديسبليغا ان لا فرونتيرا انتري ميليا اي مارويكوس بارا هاسير فرينتي ا لا بريسيون ميغراتوريا. خليكم معايا اخوتي وما تنساوش دائما اللايكات، ونمشيو للتفاصيل. نبداو على بركة الله، وكما شفتوا معايا اخوتي يعني من بعد المحاولات ديال ليلة امس هاد المره يعني شنا مهاجرون يعني اللي نقزوا على البايا، وهنا الجيش اللي انتقل كذلك لمليليا واللي انتشر على الحدود بين المغرب، يعني بين المعابر ديال مليليا والمغرب لمواجهه ضغوط الهجره. هنا انتشر الجيش مساء الخميس الى الجمعه في السيطره على حدود مليليا مع المغرب لمواجهة ضغوط الهجرة بعد الأزمة التي نشأت نتيجة دخول آلاف الأشخاص إلى سبتة منذ الاثنين و80 إلى مليليا. هادشي هذا كنظن هو البارح اللي دخلوا هاد 80، كنت واقيلا نزلتكم واحد الفيديو باستثناء عدة محاولات من قبل مئات المهاجرين الذين أجهضتهم القوات الإسبانية والمغربية. وكما أعلنت مندوبة الحكومة في مليليا صابرين في وقت متأخر من مساء الخامس سيعزز أفراد القوات المسلحة خدمة المراقبة في محيط مليليا الحدودي ابتداء من الليلة. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقد عصر اليوم الخميس بعد إنشاء مركز التنسيق نتيجة الأزمة، لقاء مع ممثلين عن قيادة الحرس المدني والقيادة العليا للشرطة والقيادة العامة، حيث تم عرض الأجهزة في وتم تصميمها لتعزيز المراقبة التي سيتعاون فيها أفراد القوات المسلحة. وأوضحت وزارة الصحة أن الجهاز التي تم طلبه من قبل الوفد الحكومي في مليليا الذي وجدته وصدقت عليه وزارة الداخلية والدفاع، وأشار إلى ذلك اعتبارا مليليا ستعاون أفراد الدفاع في خدمة المراقبة. كتبين أخوتي باللي داكشي ديال السبتة غادي ينتقل لمليليا، وهنا كما قلتكم الولايات المتحدة الأمريكية تدعو البلدين للحوار
للجلوس على طاولة الحوار. بعد الأزمة ديال سبتة هنا دعت الناطقة الرسمية باسم كتابة الدولة الأمريكية كلا من المغرب وإسبانيا إلى العمل سويا من أجل تجاوز الخلافات الحالية، خاصة بعدما ارتفعت حدة التوتر في اليومين الماضيين إثر إقدام السلطات المغربية على وقف تعاونها الأمني في مجال محاربة الهجرة السرية ردا على السلوكات العدائية للإسبانية، وهو ما وضع حكومة مدريد في مأزق حقيقي. وقالت المسؤولة الأمريكية في تصريح إعلامي أن الولايات المتحدة تدعم المغرب كما إسبانيا من أجل الجلوس على طاولة الحوار والتواصل إلى حل، مضيفة أن بلادها ملتزمة بتنمية المناطق النشيطة من حيث الهجرة السرية. وهنا الخبر ديال الحكومة المغربية اللي قررت يعني حظر التنقل من 11 ديال الليل حتى الربعة ونص ديال الصباح. هنا قررت الحكومة ابتداء من يوم غد الجمعة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة 11 ليلا إلى الساعة 4:30 صباحا. وأفاد بلاغ الحكومة اليوم الخميس أنه تقرر إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة 11 ليلا. وفق ذات المصدر تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حال الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات التجمعات والتظاهرات وقاعات السينما والجنائز. ويستطرد البلاغ الرسمي بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة جاءت تبعا لتوصية اللجنة العلمية والتقنية، وأخذ بعين الاعتبار خلاصات التتبع اليومي المستمر للوضعية الوبائية بالمملكة، خاصة التراجع المسجل في منحى الإصابة بالفيروس. وزادت الحكومة بأن التراجع المسجل في منحى الإصابة تحقق بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، كما أتى التدابير المتخذة في إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواصلة إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. بالنسبة ما كاين حتى شي جديد لا بالنسبة للرحلات الجوية ولا بالنسبة لعملية مرحبا. يعني نتمنى يعني في الايام القليله المقبله يكون شي بلاغ بالنسبه لعوده الرحلات الجويه ولا عمليه مرحبا. خوتي ما نطولش عليكم بزاف، ليله سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.